توحيد الرؤى ووضع استراتيجيات محكمة لمحاربة الجماعات الإرهابية في دول حوض بحيرة تشاد هما محورا أعمال المؤتمر الذي ترأسه وزير المياه صديق عبد الكريم محجر. المناسبة جرت بأحد فنادق العاصمة نجمينا. تقرير فاطمة داود الحمير. إن العمليات الإرهابية التي تشهدها دول العالم من حين لآخر تشكل تحدياً كبيراً وعائقاً للتنمية المستدامة، وإقليم حوض بحيرة تشاد بات مهدداً بشكل ملحوظ من قبل جماعات بوكو حرام المتطرفة منذ العام 2012 إلى يومنا هذا. وللبحث عن الاستقرار والأمن داخل محيط دول لجنة حوض بحيرة تشاد كان هو المغزى الأساسي من تنظيم هذا المؤتمر من أجل وضع استراتيجية لاستدباب الأمن لدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد. في كلمته الافتتاحية لهذا المؤتمر، الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد سنوسي عمران عبد الله أثنى على جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحكومته بالمبادرات التي قاموا بها والتي لبت احتياجات اللجنة من النواحي الأمنية والتنسيق معها، مؤكدا أن العمليات الإرهابية التي قامت بها جماعة بوكو حرام في عامي 2012 إلى 2013 في الجنوب الغربي والشمالي لجمهورية نيجيريا ساعدت على حشد الرأي العام الدولي للوقوف مع حكومة البلاد لمحاربة الجماعات الإرهابية لإقليم حوض بحيرة تشاد. وزير المياه صديق عبد الكريم حجار ممثلا لرئيس الوزراء تحدث من جهته قائلا بأن هذا المؤتمر جاء بعيد الأحداث الإرهابية التي شهدها الإقليم للدول المنطوية تحت لواء لجنة حوض بحيرة تشاد، وأن هذه الأحداث أدت إلى كوارث إنسانية رفعت من نزوح أعداد كبيرة للقانطين بالشريط الإقليمي. بدوره رئيس بعثة السلام والأمن للاتحاد الأوروبي أشار إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة إيجابية لتقليل مخاطر التهديدات الإرهابية التي بات الإقليم يشهدها مؤخرا، وأن منظومة الاتحاد الأوروبي قد قدمت دعمها ومساندتها لكل الدول التي تتقاسم الشريط الحدودي لإقليم بحيرة تشاد. أما منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أعربت هي الأخرى عن دعم منظمة الأمم المتحدة في تغطية حاجيات ما يقارب 1.5 مليون من النازحين جراء العمليات الإرهابية في إقليم حوض بحيرة تشاد، وعملت على استضافة ما يقارب 154 منظمة إنسانية تقف إلى جانب الحكومات المتضررة من خطر الإرهاب.